الباب الثامن والسبعون ومئتان. باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء.